الأستاذ نور، أظن سمعتني، بس أودي كلمة صغيرة. بحييكم جميعا، وبحب أوجه كلمة. أهلين أستاذ نور، نميت اهلا مرحبا. فيك، هلا استاذ سمحي، يا صوتي أهلا واضح؟ وسهلا، ممتاز جدا. عظيم، رائع جدا جدا، كل عام وانت بخير ستي. كل سنة وانت سالم والزملاء والزميلات بألف خير وسعادة بمناسبة العيد السعيد. وانت بألف ألف خير يا رب. تسلمي. أنا أستاذ نور كنت بعمل تمهيد قبل ما تدخلي، فبس أكملها خذ كلمتين راحتك، إذا سمحتي لي. تمام، هيني شكرا معك. جزيلا، شكرا جزيلا. فبحب يعني طبعا بعد ما هنيتهم بالعيد وكل شيء، بحب يعني ألفت نظر الزملاء المرشحين للانتخابات. الكشف هيو معاي، وأنا ما أخفلت ولا اسم. إن شاء الله تعالى يعني تواصلت مع عدد كبير من المترشحين، وبنفس الوقت يعني ظل عدد قليل في منهم اتصلت فيهم ما رد على التليفون، او كان تليفونه مغلق او كذا. فراح ارجع احكي معاه ان شاء الله، ونتواصل على اساس نرتب للقاء وانه يطلع معانا. فان شاء الله كل مترشح من اللي ما اجريناه معهم مقابلات يتاكد انه راح اتواصل معاه، وراح يتم الترتيب معاه ان شاء الله. برضو بحب انوه انه احنا مقابلاتنا مثل ما أعلننا بتيجي حسب الرقم النقابي لكل مترشح، بمعنى إنه ما في أنا أول أو أنا ثاني أو انتقائية أو كذا، لا، إحنا ماشيين حسب الرقم النقابي لكل مترشح. الأستاذ نور الإمام رقمها بكشف الترشح، بالكشف رقمها 51، لكن رقمها النقابي نمبر 3 الثالث. 3695 بالبدايات. بالضبط، فكانت من يعني اول ثلاثه، يعني اعلى ثلاث ارقام او اول ثلاث ارقام راح نجري معهم المقابله. ولحسن الحظ راح نبلش مع نور. يا سبحان الله، يعني صدف. وبالمنتصف راح يجي معنا نور في منتصف الحلقات، وفي نهايه الحلقات في معنا كمان نور. فرح نبدأ بنور وننتهي بنور إن شاء الله، وإن شاء الله كل حياتكم نور في نور. الله ينور على الهيئة العامة كلها يا أستاذ محي. طبعا بكرر الترحيب فيك أستاذ نور، يا ميت أهلا أهلا وسهلا. فيك. أنت طبعا غنية عن التعريف باعتبارك عضوة سابقة في مجلس نقابة المحامين، لكن في جيل جديد يمكن ما عصروكي أو ما كانوا يعني لسه بالمهنة. فطبعا احنا من خلال لقائنا مع كل مترشح بنعطي الفرصة يعرف بنفسه اولا، ثم نأتي بعد ذلك الى برنامجه الانتخابي ونجاوب على بعض الأسئلة، من بينها أسئلة الجمهور اللي هم المتابعين يعني الزملاء والزميلات. فتفضل أستاذ نور. أول شيء شكراً جزيلاً أستاذ محي على هاي المبادرة اللي هي تعتبر مهمة جداً في هذا الوقت اللي هو عماله بحصلنا كتير قبل الانتخابات اللي هي ب27/5 محددة، وبالتالي أصبح علينا لزاماً أنه نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأنت أول من بادر لهذا العمل من خلال المنبر الحر والزملاء والزميلات. فبالتالي شكرا كثير على هاي الفرصه اللي انا ممكن اني اتوجه فيها للزميلات والزملاء في الهيئه العامه للحديث حول الترشح وحول هموم وطموحاتنا في داخل الجسم النقابي، وايضا كمان تقدمت نفسي الى الزملاء والزميلات. انا نور الامام، محاميه من سنه 96، هلا نعتبر من الارقام القديمه نوعا ما بالنسبه للزملاء والزميلات اللي موجودين في المهنه. تشرفت باني حظيت بثقه الزملاء والزميلات في الهيئه العامه في دورتين انتخابيات كانوا في عام 2011 وفي عام 2013، وبالتالي كنت المراه الثالثه التي تنتخب في عضوية مجلس النقابة. سبقتني في ذلك الأستاذ المرحومة
إيميلي بشارات في الستينات وفي بداية السبعينات، والأستاذة التي فتحت لنا هذا ومهدت لنا الطريق الأستاذة سميرة زيتون عام 99 و2003، وأنا كنت الثالثة على مستوى الزميلات المحاميات في 2011 و2013. نتأمل من الزملاء والزميلات في الهيئة العامة أنه يكون في هناك دائما تمثيل لكافة، خلينا نقول لكافة الزملاء والزميلات في عضوية المجلس النقابي، سواء كانوا شباب أو كانوا من كافة خلينا نقول التوجهات، لأنه التنوع دائما يغني مجلس النقابي. أثناء عضويتي في مجلس النقابي توليت رئاسة ثلاث لجان وأنا بفتخر فيهم، اللي هو لجنة تطوير الفروع، والتي عملت من خلالها على جمع اللجان الفرعية من أجل تطوير عملهم ومن أجل مواكبة عملهم وتطوير العمل النقابي في كافة المحافظات على مستوى واحد، إضافة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتي عملنا فيها بشكل جاد على تعديل قانون نقابة المحامين فيما يتعلق في المادة 40 وفيما يتعلق في حصانة المحامي، وأيضاً قمنا بحملة لأول مرة في تاريخ النقابة، كانت حملة حق الدفاع، كانت تحت ثلاثة عناوين: استقلالية استقلال القضاء وحصانة المحامي وحق التمثيل القانوني، وأيضاً لجنة المرأة التي تشرفت برئاستها لدورتين، واللي قمنا من خلالها إلى مواجهة كافة المعيقات التي تعلق في المرأة المحامية. هذا بالنسبة لعملي في داخل مجلس النقابي. إضافة لذلك أنا محامية منذ عام 96، بعمل في مكتب الخاص، وأنا بتشرف أني أكون مستشارة قانونية للعديد من الجهات، من أبرزها يعني خلينا نحكي منظمات دولية زي منظمة الأمم المتحدة، زي منظمة العمل الدولية، وأيضا وهذا الأمر نتيجة خبرة كانت اكتسبتها من خلال العمل العام. كمان بالإضافة لهذا الموضوع، أنا نائبة رئيس الملتقى الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، إضافة أني نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، وأيضا عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب. إضافة إلى ذلك أنا بعمل في العمل العام منذ كنت في الجامعة، وبالتالي استمريت في هذا العمل لغاية ما دخلت نقابة المحامين، وأنا بتشرف أني كنت عضوة في أغلب اللجان النقابية، واكتسبت هاي الخبرة قبل ما أكون عضو مجلس النقابة. كنت عضو في لجنة المزاولة وأيضا في لجنة الحريات، وبالتالي اكتسبت هاي الخبرة اللي مكنتني في النهاية أني أتقدم لعضوية مجلس النقابة. أنا بأمن دائما بأنه نقابة المحامين هي رأس الهرم الخاص بالعمل العام في الأردن، وهي المدافع الأول عن حقوق الإنسان وعن حقوق الأردنيين وعن حقوق الوطن ككل وعن قضايا القومية والوطنية، لأنه كل المجتمع الأردني ينظر لنقابة المحامين دوما بأنه هي النقابة التي تحمل هموم الوطن وتدافع عنه. طب رقم الترشح مزبوط؟ 51 على عمري، 51. التيبيكال يعني جاي مع بعض، سبحان الله، عشان ما حد ينسى. العمر الطويل يا رب. تسلم تسلم. أستاذ نور، تحب تحكي شيء عن برنامجك الانتخابي؟ طبعا طبعا أكيد. أنت عارف أستاذ محي أنه للأسف إحنا في هاي المرحلة ما في عنا مجال إنه نحكي على برامج متكاملة، كوننا إحنا مش عمالنا بننزل بقوائم، فبالتالي إحنا بنحمل أهداف وغايات نرغب في إنجازها في حال إنه حالفنا الحظ وثقة الهيئة العامة بأن وصلنا إلى عضوية مجلس النقابة. أنا طبعاً كنت أتمنى أن يكون الترشيح على أساس القوائم، بحيث إنه هي تقدم البرامج بشكل دقيق وصادق للهيئة العامة، بحيث أنه يكون هناك مساءلة ومحاسبة بناء على هذا البرنامج. ولكني أتأمل أن يكون مجلس النقابة القادم يقدم للهيئة العامة برنامج انتخابي، بحيث يتم مساءلته على أساس هذا البرنامج وهذه الخطة التي يقدمها الهيئة العامة، وبناء عليه يتم مساءلته.
طبعا ببرنامجي ولن أكرر العديد من الأمور التي من الممكن أن يكون قد تقدم بها العديد من الزملاء. بجوز العناوين صارت أساسية والعناوين صارت واضحة للجميع، ولكن في الأساس طبعا إحنا في عنا دور وطني وقومي للنقابة لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال تجاوزه، لأنه دائما نقابة المحامين كما ذكرت في المقدمة هي المدافع الأول عن القضايا القومية والوطنية، وخصوصا الدفاع عن القضية المركزية للشعوب العربية وهي قضية فلسطين. إضافة لهذا الموضوع، في هذا الدور القومي علينا أن نعمل على تكريس الأدوات القانونية لتعزيز دور النقابة في الدفاع عن الحريات العامة والقضايا العامة والوطنية والدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، لأنه بالآخر إحنا نختلف عن السياسيين. السياسيين بجوز عندهم منابر يتحدثوا فيها بخطابات، ولكن إحنا أدواتنا قانونية نختلف عنهم بهذا المجال. لكن إذا بدنا نيجي على الجانب المهني واللي هو بمس وبهم أغلب المحامين الآن، وخصوصا بعد سنتين من جائحة كورونا والحمد لله اللي هو خرجنا فيها بأمان وسلام لإلنا جميعا وللوطن للعالم ككل، علينا دائما أن نعي ضرورة مراجعة تشريعات النقابة بما يضمن مواكبتها للتطور مهنة المحاماة دوليا. فبالتالي قانون نقابة المحامين اللي هو سنة 50 اللي أجري عليه العديد من التعديلات يجب أن نعمل على مراجعته بشكل كامل من خلال لجنة قانونية يتم تسميتها من قبل نقابة المحامين، قبل المجلس وقبل نقيب المحامين، تتضمن كافة الخبرات اللي هي أصلاً بتمد الدولة الأردنية بهذه الخبرات القانونية تكون في نقابة المحامين، تعمل على مراجعة التشريعات لمواكبة كافة التطور الذي يمس نقابة المحامين. إضافة لهذا الموضوع، أنا معنية جداً بإصدار نظام للشركات المدنية لتعزيز التعاون والشراكة ما بين المحامين والمحاميات والمحاميات وتنظيم حقوق المحامين المتعاونين في مكاتب المحاماة. إحنا بنشهد كتير من المحامين والمحاميات اللي هو أصبحوا موظفين، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال إنه ننكر وجود موظفين في داخل مهنة المحاماة ونقول إنه إحنا ما عندنا موظفين ومهنة المحاماة مستقلة. لا، إحنا عندنا محامين موظفين داخل مكاتب المحاماة، واجب النقابة أن تعمل على حماية حقوقهم وأن تعمل على تعزيز هذا الشكل من أشكال الشراكة، وهذا الشراكة أصلاً هي اللي بتعمل على مواجهة التنافس ما بين مكاتب المحامين الأردنيين وغيرها من المكاتب الدولية اللي أصبحت موجودة حكماً في الأردن. وبالتالي علينا أن نعمل على رفع كفاءة المحامي الأردني، علينا أن نعمل على تعزيز التخصص عند المحامي الأردني والمحامية الأردنية بحيث أنه يكون في عندنا مجال للمنافسة بشكل جيد وأساسي. إضافة لهذا الموضوع، يجب أن نعمل على تعزيز التواصل مع كافة الدوائر والجهات الرسمية في الدولة الأردنية، مجلس النواب، مجلس الأعيان، وزارة العدل، مجلس القضائي، عشان ما نتفاجأ لا بإجراءات ولا نتفاجأ أيضا بتشريعات إحنا ما نكون جزء منها ولا يتم مشاورتنا فيها. إضافة لهذا الموضوع، في عنا نصوص في قانون نقابة المحامين يجب أن نسعى إلى تفعيلها، من ضمنها المادة 6 فقرة 3 من قانون النقابة، بحيث أنه لا يتم تعيين مستشارين قانونيين لدى دوائر الدولة إلا من قبل المحامين المزاولين. وبالتالي هون في مجال لتوسيع العمل لدى المحامين المزاولين. إضافة لهذا الموضوع، في عنا العديد طبعا من المواد اللي احنا بنحكي على العقود الخاصة بقانون النقابة، أنه أي عقد مسجل يجب أن يكون موقع من قبل محامي، وهذا بيوسع لنا مجالات للعمل لدى المحامين. وبدي أحكي بشكل سريع على أبرز العناوين عشان ما أزهق الناس وعشان ما نأخذ وقت كتير، أكيد في نقاش ما قل ودل. أكيد بدي بشكل سريع، أنا كتير معنية في موضوع له علاقة بتطوير العمل النقابي واللجان الفرعية، كوني أنا كنت مقررة لجنة الفروع وتطوير الفروع، أنا معنية جدا في موضوع إنه ربط اللجان الفرعية في مركز النقابة وتعديل المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة المحامين، بحيث أنه يتم إعطاء صلاحيات أوسع للجان الفرعية، وكونها لجان فرعية أصلاً منتخبة من قبل الهيئة العامة، وبالتالي يجب إعطائها صلاحيات أوسع، وهي عبارة عن الأذرع التنفيذية بالنتيجة لنقابة المحامين. مجلس النقابة بتحمل عنهم الهم، معنية جداً أيضاً
بفصل العمل الإداري عن عمل مجلس النقابة. بدنا مجلس نقابة يتفرغ لشؤون النقابة ورسم السياسات والتواصل مع كافة الجهات، وخلينا نترك العمل الإداري لكادر إداري مؤهل يقوم بهذا الدور، بحيث أنه يكون يخدم كافة المحامين على قدم المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز، وأيضاً دون أي شكل من أشكال المحاباة. الربط الإلكتروني ما بين النقابة المحامين وفروعها، هذه مسألة أصبحت ضرورية، أرشفت كافة الملفات النقابية لكافة المحامين، أصبح أمر ضروري. يعني تخيل لا سمح الله بكرة يصير في حريقة في نقابة المحامين، وين ملفاتنا إحنا؟ وين حقوقنا إحنا؟ يجب العمل على أرشفة كافة هاي الملفات، بحيث أنه يتم أيضاً حفظها وصيانتها والتواصل مع كافة لجان فرعية. مش معقول محامي موجود بالعقبة عشان ورقة صغيرة يضطر أنه يقطع مشوار على عمان عشان يأخذ شهادة لمن يهمه الأمر. هاي الأمور الدنيا كلها بتتطور، إحنا لازم نتطور معها. تحكي في موضوع التدريب والتعليم المستمر، أنا مع وجود معهد لتدريب المحامين وأيضاً للتعليم المستمر، وعلى الرغم أنه صارت بالهيئة العامة اللي بيكون مع معهد تدريب أصبح مع طرف غير عن الطرف الآخر، ولكن أنا بحكيها بقناعة كاملة أنه إحنا لازم نشتغل على تدريب والتعليم المستمر، ويكون في له نظام خاص ويكون له هيئة خاصة. من الممكن أنه يكون في كافة اللجان حتى الفرعية من خلال كافة المحافظات. إحنا خلال فترة كورونا من إيجابياتها قدرنا نشتغل على العمل عن بعد، وبالتالي كل إشي ممكن نجد له حل. حل المنازعات الخاصة بالمحامين، إحنا في عنا قانون النقابة بال 37 بالنظام، المادة 37 النظام الداخلي بتحكي عن إنهاء كافة المنازعات التي تقع ما بين المحامين وموكلينهم من خلال إجراء الوساطة، وهذا الأمر بيقلل عنا حجم النزاعات وبيخلي العلاقة ما بين المحامي وموكله جيدة، وبالتالي تقدر تتدخل النقابة لإلغاء هاي وإنهاء هاي المنازعات، إضافة لوجود مسار سريع لإنهاء كافة القضايا التأديبية وحقوق المحامين في الأتعاب بشكل سريع. بدي أحكي بشكل سريع كمان عن موضوع له علاقة في دور نقابة المحامين في المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع الأردني، وهذا الموضوع أنت إذا بتذكر أستاذ محي في عام 2015 وأيام ما كنت أنا موجودة في مجلس نقابة المحامين، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين نقابة المحامين ووزارة العدل حول الشراكة في تقديم المساعدة القانونية والإشراف عليها. وهون ما بننسى أنه نقابة المحامين عام 1950 لما تأسست هي اعترفت بدور نقابة المحامين في تقديم هذا الشكل من أشكال المساعدة للمجتمع الأردني. أنا مع إصدار نظام المساعدة القانونية من خلال نقابة المحامين، ومع إشراف نقابة المحامين على المساعدة القانونية، وبالتالي لضمان عدم التعدي بشكل كامل على حقوق المحامين والحفاظ أيضاً على حقوق المواطنين للولوج للعدالة. هذا الأمر من شأنه أن يحفظ دور النقابة اتجاه المجتمع الأردني، ويعزز ثقة المجتمع الأردني في نقابة المحامين كجهة تحمي الحقوق وتضمن الحقوق وتضمن الولوج للعدالة، وهذا الأمر من الأهمية فيما يكون. أنا بعرف أنه في تساؤلات كثير على موضوع المساعدة القانونية، راح أتركها لإلك على أساس أنه أنا كلي إنصات، وأنا بهمني جداً ولأني أنا معنية بهذا الموضوع وراح أضلني معنية بهذا الموضوع، لأني أؤمن بأن دور نقابة المحامين هو أساسي بالإشراف على هذا الأمر. وللأسف نتيجة تخلي نقابة المحامين وابتعادها عن الملف أدى إلى وجود العديد من الجهات التي تقدم هذه الخدمة، لأنه أصلاً ما في جهة تانية، وأدى أيضاً إنه وزارة العدل تصدر نظام المساعدة القانونية بمعزل عن نقابة المحامين. أنا كان دوري في أثناء تولي لرئاسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين بأن قمت بالتعاون طبعاً مع المجلس ووقعها نقيب المحامين في عام 2015 بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين نقابة المحامين ووزارة العدل للشراكة، بحيث أن تكون نقابة المحامين هي الجهة المهيمنة على المساعدة القانونية وتضع معايير الاستحقاق وتعمل على ذلك. لكن للأسف هاي 7 سنين أنا تركت النقابة ما شفنا إشي تطور على هذا المجال. هيك أنا بكتفي وبترك المجال ليلك ستي.
شكرا كثير، يعني فعلا يعني كلام موجز لكنه جسم جدا جدا جدا. شكرا لك. ولا في سؤال بدي اسالك اياه تفضل. وخايف، خايف لا ابدا، صراحه. خذ راحتك، فيش شيء تخاف عليه. طيب هلا ما فيش ضمن برنامجك الانتخابي انك تغيري اسم النقابه شيء؟ ليش اسم اغير اسمنا على اساس انه تعدل الدستور؟ لا، احنا كل الاحترام طبعا، بالعكس خلينا نحكي في هذا الجانب، وهذا يعني بجوز انت بتحكيه على جانب المزح مزح اكيد. مزح أكيد. لانه الدستور في الماده 6، وخلينا نقول في مطلع الفصل الثاني من الدستور، هو تم الاعتراف انه حقوق هذا الفصل، الفصل الثاني هو اللي يتعلق في حقوق الاردنيين، تم ادراج لفظ والأردنيات. الاردنيات. انا من وجهه نظري هذا شكل من اشكال تعزيز دور الدوله الاردنيه في دعم النساء الاردنيات، ولا يعني على الجانب القانوني، واحنا محامين، الفصل الثاني من الدستور قبل تعديل هاي الماده، يعني هو كان بيستثني الاردنيات من حقوق الاردنيين والاردنيات؟ اكيد لا، بس كان عباره عن تاكيد بانه هذا احنا كدوله اردنيه نعنى بحقوق الأردنيات ونعزز حقوق الأردنيات إلى جانب الأردنيين دون أي شكل من أشكال التمييز. طبعاً أكيد لا، لأنه إحنا باللغة العربية الأردنيين تشمل الأردنيات والأردنيين. طمنتيني، يعني إذا اسم لا ما تقلق، هذا الجانب ما تقلق. طيب شكراً يا ستي. من بين الأسئلة اللي حضرتها، أنا بصراحة قليل ما أحضر أسئلة، بحب هيك تكون تلقائية وتبعد عن الصور. بدك يا اسأل أستاذ محمد. الله يخليكي. برأيك ما هي أهم المشاكل والمعضلات التي تعاني منها نقابة المحامين حاليا، وما هي طرق حلها؟ أستاذ محي، بجوز عندنا إحنا 5 سنوات ما مارسنا دورنا الانتخابي، وبالتالي يعطي ألف عافية للمجلس الحالي اللي هو كان موجود في ظل جائحة وطنية وجائحة دولية اللي هي كانت الكورونا. أعتقد بأنه تزايد أعداد المحامين المنتسبين للهيئة العامة هو أحد الأمور، خلينا نقول التحديات اللي هي بتواجه مجلس النقابة وكل مجالس النقابة. وهون ما بنقدر ننكر دور أي مجلس نقابة، يعني إحنا هلأ في 44، كل مجلس قدم شيء ويقدم وسيقدم، وبالتالي كل مجلس قدم للهيئة العامة وما بنقدر ننكر هذا الدور. ولكن نطلع للمستقبل، إحنا في عنا بطالة، وهذا بجوز أكبر تحدي بيواجه نقابة المحامين. في عام 2014 تم تعديل قانون نقابة المحامين لغايات العمل على توسيع مجالات العمل. انت عارف انه النقابة ما في بإمكانها انه تمسك ايد الواحد وتشغله، هاي مسألة من الصعوبة واصلا مش واردة، ولكن من اهداف نقابة المحامين ان تحسن وان تواجه هذه التحديات، وبالتالي كانت من ضمن التعديلات القانونية هي توسيع مظلة التوكيل الالزامي على سبيل المثال بالمادة 43 بالنسبة للشركات، وبالنسبة لتعديل بالنسبة للتنفيذ والحضور أمام دوائر التنفيذ، بحيث أنه أصبح إلزامي حضور المحامي في القضايا التي تزيد عن 3000 دينار. ولكن الآن إحنا عمالنا بنشوف قانون التنفيذ عماله بتعدل، وبشكل بجوز بصمات نقابة المحامين غير واردة فيه أو غير ظاهرة بالشكل الذي يتواءم مع حقوق المحامين ومع حماية هاي الحقوق. وبالتالي أعتقد بأنه من الضرورة جدا أن نبحث بالأسباب التي تزايد نسبة البطالة بين صفوف المحامين. بجوز السنتين اللي فاتوا هي ما كانت فقط على نقابة المحامين، كانت على الوطن ككل وكانت على العالم، ولكن الآن ضروري جدا أنه نبحث بهذا الأمر ويكون في عنا دراسة حقيقية عن الأسباب اللي هي خاصة بالبطالة بين صفوف المحامين. وأنا بشوفها أنه بطالة مقنعة، ليس كل واحد يحمل شهادة المزاولة هو مزاول لمهنة المحاماة، وهون بيكون في دور كبير جدا على لجنة المزاولة، ويعطيهم ألف عافية لجنة المزاولة، ولكن يجب أن يكون هناك حلول تتعلق في مهنة المحاماة. أنا بعتقد أنه من الضروري جدا رفع كفاءة المحامين والتوجه، عشان هيك أنا بالبداية حكيت بالتوجه للشراكات ما بين المحامين
لغايات المنافسة، لغايات اكتساب خلينا نقول التخصصات، لغايات انه يكون في عندنا مكاتب محاماة منافسة جدا على مستوى الوطن. انا بعتقد كمان انه ضروري جدا انه يكون في عندنا تعاون ما بين المحامين الموجودين في المحافظات والمركز، وهذا بيجي عندنا انه المكاتب المحاماة اللي هي موجودة في عمان يكون في عندها تعاون مع المحامين الموجودين في المحافظات، لانه كثير من القضايا ممكن تكون ايضا في المحافظات، والتعاون مع المحافظات هذا بيؤدي الى نوع من رفع الكفاءة والى تحسن طبيعة العمل. محد المحاماة والتدريب والتعليم المستمر من دوره أيضا أنه هو يرفع الكفاءة. أنا ما في حلول سحرية، لكن في كمان مسألة تانية إلها علاقة باستحداث سجل للمحامين المزاولين خارج الأردن، وهذا الأمر من مهم جدا، لأنه كتير عندنا في سجل المحامين المزاولين هو غير موجودين على أرض الوطن، وكثير منهم أيضا ممكن يكون في عنده فرص للعمل خارج الأردن وبيخاف أنه يخرج خارج الأردن خوفا من أنه يفقد مزاولته. هذا الأمر إحنا بحاجة أنه نعالجه بحيث أنه يكون في توازن ما بين أنه الحفاظ على مزاولة المحامين خارج الأردن وما بين صناديق النقابة، سواء كان بفرض رسم إضافي أو أي شكل من الأشكال ممكن تكون مبنية على دراسة مستفيضة، وبالتالي نحفظ هذا المجال. بعتقد أنه عشان هيك أنا بحكي في البداية لازم يكون كل مجلس نقابة عنده خطة عمل يقدمها الهيئة العامة في أبرز التحديات التي تواجه المحاماة في الأردن، وبالتالي تقوم الهيئة العامة لمساءلة ومحاسبة مجلس النقابة على هذا الأساس، بحيث أنه ما تكون الأمر فردي، لأنه بالآخر لا نور ولا فلان ولا غيره ولا غيره هو يملك عصا سحرية، وإنما مجلس نقابة قيادي يحمل القدرة على التغيير ويحمل القدرة على التواصل مع كافة الجهات الموجودة في الدولة الأردنية، ويقرر ما يشاء المحامين، ويملك هذا الصوت القوي، هو قادر على تحسين أوضاع المحامين. طيب ستي، احنا باقي معنا 5 دقائق. في انا بدي اترك بعض الاسئله اللي انا محضرها، وعشان يعني اللي متابعينا ما يعتبوا علينا، ونرجع يعني نشوف اسئلتهم. في الاستاذ سامر مشاحي بيقول لك: استاذ نور، منذ عده سنوات تتبني اقرار لائحه اتعاب محاماه، لماذا لم ترى النور؟ نعم. أوكي، هلا أنا ذكرت لك من ضمن البرنامج هو نظام شركات المحاماة المدنية. من ضمن نظام شركات المحاماة المدنية ممكن ندرج الموضوع الخاص بالمحامين المتعاونين، بهذا الأمر بنقدر ندرج موضوع لوائح أتعاب المحاماة على غرار كافة النقابات، نقابة الصيادلة عندهم، نقابة الأطباء عندهم لائحة للأتعاب، وبالتالي ما الذي يمنع أن يكون لنقابة المحامين لائحة للحد الأدنى لأتعاب المحاماة؟ إحنا بدنا نحكي لحماية حقوق المحامين. يا سيدي أعطي أكثر من هيك، خليك تأخذ الحد الأعلى، ولكن لحماية التنافس ولحماية حقوق المحامين، خلينا نحكي اللي هو خلينا مبتدئين في هذه المهنة، يجب علينا أن نورد هذه اللائحة وأن نعمل بالتعاون وبالتشاور مع كافة الجهات الموجودة في الدولة الأردنية بحيث أنه يتم إقرار هذه اللائحة. خليني أحكيك من تجربة خاصة، أنا كوني بشتغل في العمل العام وفي المجتمع المدني الأردني بفتخر بهذا الأمر. لما نشتغل على تعديل قانون إحنا لازم نسوي إشي من جهات الضغط، وجهات الضغط هاي هي ممكن تعمل مع مجلس النواب، مع الحكومة، مع طبعا السلطة التنفيذية، لغايات وضع الأسباب الموجبة الحقيقية لفرض مثل هاي اللائحة. ولازم يكون في عنا دراسة حقيقية بحيث أنه نحاجج الآخر بحاجتنا لهذه اللائحة، لأنه من الممكن يقولون لنا والله قانون التنافس لا يمنعكم من ذلك، ولكن ضروري جدا أن نحاججهم بحيث أن يكون لدينا الحجة الصحيحة والذي من خلالها نحمي حقوق نحمي حقوق المحامين، ونحمي أيضا حقوق المواطنين لما نيجي ونحكي بأنه هناك شكل من أشكال وجود لائحة لأتعاب المحاماة. هاي بتحمي المواطن كمان، مش فقط بتحمي المحامي.
أستاذة نور، في سؤال من الأستاذة مرام مغلسه. تقول ممكن إلقاء الضوء على تجربتك في لجنة تطوير اللجان الفرعية للنقابة وأهم هموم الزملاء في المحافظات؟ طبعا هاي كانت من أهم التجارب اللي أنا بفتخر فيها أثناء ما كنت رئيسة للجنة تطوير الفروع في نقابة المحامين لدورتين. قمنا من خلالها بعقد 3 مؤتمرات التقى فيها كافة اللجان الفرعية في كافة المحافظات وتبادلوا كافة الهموم، وبناء عليها قمنا بتقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي وتحديدا المادة 42 واللي عرضت على الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2014 لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة، صلاحيات عفوا اللجان الفرعية، وإعطائهم موارد مالية بحيث أنهم يتمكنوا بتنفيذ نشاطات في كافة المحافظات. أنا بأمن بشيء واحد أستاذ محي، أنا بأمن جدا أنه يكون لدينا شكل من أشكال اللامركزية المرنة. اللجان الفرعية هي عبارة عن الأذرع التنفيذية لمجلس نقابة المحامين، وهي منتخبة وبالتالي هي حظيت بثقة الهيئة العامة لنقابة المحامين، وبالتالي يجب إعطائها دور أكبر وتمكينها من تنفيذ أنشطة لنقابة المحامين لدى، بحيث أنه يتم انخراط كافة أعضاء نقابة المحامين في كافة المحافظات في نشاطات النقابة، وبالتالي نتمكن من وجود نقابة على سوية واحدة في كافة المحافظات. لجان فرعية من الهموم أنا اللي بعتبرها خاصة فيي، على الرغم أني أنا بنت المركز، ولكن أنا بحمل هموم كافة المحافظات لأنه محامينا في كافة المحافظات لهم حقوق، ويجب أن يتم أيضا تطوير خلينا نقول الأنشطة بحيث أنه تشملهم، ويجب أن يكون هناك شكل من أشكال الربط الإلكتروني ما بين المحافظات والمركز، بحيث أنه مش معقول لغاية هلأ إحنا الواحد إذا بده يدفع رسمه يجي على عمان عشان يدفع رسمه. يا عمي إذا بدنا نأكد على موضوع المزاولة في عنا وسائل أخرى، ولكن نخفف على المحامين وبدنا نخدمهم. الدولة كلياتها هلأ عمالها بتشتغل على الربط الإلكتروني، وبنحكي على دولة إلكترونية. مش معقول نقابة المحامين تكون خارج هذا السياق، وإحنا دائما النقابات هي المتقدمة في المجال الأهلي والمجال المجتمعي، وبالتالي يجب أن نواكب هذا التطور في الدولة، ويجب أن نواكب تطور مهنة المحاماة دائما، بحيث أنه يكون في عنا محامين أكفاء. وأنا على كل ثقة بأن المحامي الأردني هو كفؤ، والمحامي الأردني يستحق كل الاهتمام، والمحامي والمحامية الأردنية كمان عشان هلأ المادة 6 هم فخر للأردن وهم الدرع الحامي لكافة القضايا القومية والوطنية. طيب أستاذ نور، في سؤال من مرشح للانتخابات اللي هو الأستاذ محمد تميزة. أنا الوقت تقريبا انتهى نصف ساعة، لكن مدام الأستاذ من الأستاذ محمد بدي أتعدى على وقته عشان حضرتك تجاوبي. تمام. أنا عمالي بقرأ السؤال. طبعاً إحنا في عام، خليني أحكي لك، إحنا في عام 2013 بشهر 3 أطلقنا حملة كان اسمها حملة حق الدفاع. كان أول محور فيها حصانة المحامي، واشتغلنا على دراسة واستبيان، بجوز الزملاء اللي بتذكروا هذا الموضوع، استبيان خاص وجهناه لكل محافظات المملكة بحيث أنه شارك فيه عدد كبير من المحامين، وجدنا وين في انتهاكات لحقوق المحامين بالنسبة للحصانة، وبالتالي بناء عليه قدمنا بتوصيات لمجلس نقابة المحامين للهيئة العامة لنقابة المحامين. بناء عليه كان في تعديل على المادة 40 بحيث أنه يكون في ضمان لحصانة المحامي. خلينا نأكد على شيء، حصانة المحامي هي للدور الذي يقوم به المحامي، على الرغم أنه العديد من الممارسات اللي هي تتم ضد هذا الحق. أنا بعتقد من وجهة نظري يجب علينا أن نعمل على تعديل المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ابتداء، وأيضا إضافة لهذا الموضوع تعديل المادة 40 هو جاء على الرغم من وجود أي
نص في أي قانون آخر، وطبعا القانون القوانين الأخرى اللي هي من الممكن أن تتحدث عن جرائم الجلسات. التعديل هذا جرى في ديوان الرأي والتشريع، ومن ثم أرسل إلى مجلس النواب وصدر بالشكل الأخير اللي هو التعديل الأخير اللي هو وارد في قانون النقابي، إنه على الرغم من وجود أي نص في قانون أو في قانون أو في تشريع يجب ضمان كل لآخر المادة اللي هي ضمان حق المحامي في الدفاع وغيره، وهي المادة أنا بوجهة نظري هي تضمن حصانة المحامي، وحصانة المحامي ليس لشخصه وإنما للدور الذي يقوم فيه، وهو حق الدفاع المقدس عن الآخرين، وهو الذي يقوم فيه أمام كافة الجهات القضائية وأمام كافة الجهات الرسمية التي يواجهها المحامي. طبعا في العديد من الممارسات التي يجب أن يتم وقفها، ولكن حسب علمي أنه في خلال الدورة اللي فاتت ونتيجة تعديل هذا النص لم يتم توقيف أي محامي نتيجة لجرائم الجلسات، وهذا أمر يعود الفضل فيه لتعديل المادة 40 قانون نقابة المحامين حسب علمي وحسب التقرير الأخير الذي صدر عن نقابة المحامين. وأنا طبعاً مش في النقابة من سنة 2015 وبالتالي أنا اشتغلت على التعديلات اللي تمت، ولكن زملائي في مجلس نقابة المحامين في عام 2015 و2017 قطفوا ثمار هذه التعديلات، والحمد لله الهيئة العامة كلها قطفت ثمار هذه التعديلات. لا نكتفي يا ستي هيك تقريباً، إحنا أخذنا الوقت الكافي وزيادة، والله حابب يطول اللقاء. أنا بشكرك يعني أستاذ محيي، وأنا نعم. كنت عندي رغبة لأنه بجوز الزملاء عندهم فكرة أنه كنت عضو مجلس نقابي، وبالتالي أنا عائد المجلس بتمنى ذلك بثقة الهيئة العامة، لأنه بجد أنه في هناك مشروع يجب استكماله، وبأمل أنه يكون الهيئة العامة دائما تسعى إلى انتخاب قيادة نقابية. إحنا بحاجة إلى الصوت القوي لمن يدافع عن نقابة المحامين وعن حقوق المحامين. وكل التحية لإلك، كل تحية أستاذ محمد اللي هو هلأ صار أهلين فيك. شكرا أستاذ منور، كل عام وانت بخير. شكرا لإلك كل احترام. أهلين فيك. أهلا. أهلين. الله معك. باي باي.